وهذه الصور أيضا الآن تشاهدونها من خان يونس في قطاع غزة، حالة من التوتر، حالة من الاضطراب، حالة من الارتباك، وأيضا في ظل تواصل القصف. يعود معنا مراسلنا في هذه التغطية باسل خلف من قطاع غزة. باسل، إذن الآن بات الحديث عن اشتباكات وطيران مروحي يرافق هذه الاشتباكات وليس الطيران الحربي الذي اعتدنا عليه خلال أو الذي واصل العدوان على غزة خلال 20 يوما. أصوات الانفجارات تقترب أكثر فأكثر وتعلو، واضح أنه ما تزال العملية مستمرة والحدث هناك أكثر من 20 دقيقة، ونحن نسمع أصوات الانفجارات متتالية متسارعة وكبيرة، والقصف والهجمات تأتي من طيران المروحي بإطلاق النار، وكذلك أصوات القصف المدفعي الذي لم يتوقف. قبل قليل وصلت إصابات من هنا، سألت من وصلوا مباشرة، يقولون أنه الإصابات جاءت من محيط مقبرة مخيم البريج الشرقية، هذه تقع على بعد تقريبا 3 كيلومترات من الحدود، وبالتالي وصل القصف المدفعي إلى منازل المواطنين عفوا، وليس فقط في المناطق الزراعية الحدودية. إذن القصف المدفعي الذي نسمع إليه الآن وصل إلى مناطق سكنية، وبالتالي الاستهدافات ومن وصلوا من إصابات إلى هذا المكان إلى مستشفى الشهداء الأقصى هم قريبون جدا من منازل المواطنين في محيط مقبرة مخيم البريج شرق المحافظة الوسطى، وبالتالي القصف المدفعي مستمر، وهناك حديث عن إمكانية أن يكون هناك تصدي للمقاومة الفلسطينية، وهذه بعض المعلومات الأولية، أن هناك على ما يبدو كان تصدي من المقاومة الفلسطينية بصاروخ أرض جو لإحدى طائرات الاحتلال في تلك المنطقة، وعلى ما يبدو أنه هذا هو الحدث الذي أشعل تلك الناحية وهذا المحور من قطاع غزة تحديدا وسط القطاع. هو كان يتعرض لضربات مستمرة خلال الليلة الماضية بالقصف المدفعي، لكن الآن ما يجري هناك هو قصف مدفعي وإطلاق نار من الطيران المروحي تجاه مناطق كانت حدودية، وعلمنا الآن بأن هناك إصابات، وحتى من جاءوا بسيارة مدنية من هناك يقولون بأن هناك مزيد من الإصابات موجودة في المناطق السكنية قريب جدا من المقبرة. هناك مركزي إيواء بالتأكيد بها كثير من النازحين، آلاف النازحين.